اسلامي اجمع. فاضلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ المقيم بمدينة سرسليان المنوفية، فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا.
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب
ألا له الحكم
من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفيا قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم منها ومن كل Oh,
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا قل
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا قارب جمهورية مصر العربية وقارب الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والقارب العالمي الإسلامي أجمع فاضلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية وكرمه بالتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإمارة الكهربائية التي توجد وتوجد دائما من محلات الحاج رشد شعبان وأولاده المحل الأول بكفر فيش الكبرى بالشراكة مع كسر المنتصور ضيافة المتنكرة ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى لصاحب الحاج عيد شعبان المقيم بكفر سنجلف الجديد. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا.